يا مرحبا عزيزي مولود العقرب، شهر آب والأسبوع الثاني من هذا الشهر، وتحديدا من يوم الخميس 8 أغسطس ولغاية يوم الخميس 15 أغسطس. كيف رح تكون تأثيراته عليك؟ هلأ بالبداية ومع الاعتذار منك، لا تعول أبدا على أول 3 أيام، لأنه ممكن تدخل هاي الثلاث أيام وأنت بحالة نفسية متراجعة، ما تكون كتير حيوي، ما كتير تكون نشيط، أمورك تتأخر، تراوح مكانها، تحس ما عم تنجز، تحس ما عم بتحقق، ما عم تسمع ولا شيء من أنت اللي منتظره مثلاً. يعني الجو إجمالاً فارغ من جديد، فحاول بهالأيام تريح ترتاح، اكتفي بالأمور الروتينية، وانتظر ليوم الأحد 11 و12 موعد وصول القمر لبرجك. يعني رح تتجدد أكيد الأجواء، ورح يكون في وضع أكثر تماسك، يعني بتعالج أمورك بكتير ثقة بالنفس، أنت بتشعر نفسك قوي متماسك فهمان مدرك لكل شيء عم يصير حواليك، ويبدو عليك هدوء واستقرار كتير مميزين. ويمكن بهاليومين تتاح أمامك فرص جيدة أو تقوم بمسعى مشكور مثلاً أو مبادرات مثمرة، وعلى الأغلب ممكن يكون في لقاء عاطفي مميز أو لقاء يتحول لإعجاب. آخر 3 أيام بهذا الأسبوع وتحديداً من تاريخ 13 ولغاية 15 بتبحث شوي ببعض التفاصيل المالية، وبيكون في عندك حسابات طارئة، وممكن تواجه مصاريف لا على البال ولا على الخاطر، فحضر حالك. بس إجمالاً يعني رغم المصاريف، البعض منكم مواليد العقرب ممكن يكون عندهم عملية بيع أو شراء أو ربح أو مكسب مالي، إلا أنه رح تترافق النفقات مع أي مكسب بيجيك عادي، ما هيك؟ خاصة بهذا الوقت. بحب أقول لك أنه عطارد وصل للأسد متراجع، هو كان متراجع ببرج العذراء، مزعج التراجع، بس تأثيره عليك بتراجعه بالأسد اعتبارا من يوم 15 رح يكون أقوى شوي، وممكن كتير يصير بعض الخلافات أو بعض من سوء التفاهمات على المستوى العملي، فحاول كتير تكون علاقتك مع زملائك بالعمل، مع رؤسائك بالعمل، مع الإدارة، بظروفك المهنية وبيئة العمل، حاول أنه تحافظ على مسافة أمان بدون ما يكون في مواجهات ما بتفيدك وأنت بغنى عنها.